لا في الموديل هذاك، لا اما اهو عندي في الموديل هذا. ميرسي مدام، شكرا. مرحبا بيك. مع السلامة محرز. مع السلامة برصاف. شنو يا حالك؟ الحمد لله لاباس. ربي قال لي شنو يا حبيبة حبيبة تاع؟ أنا مريضة مطيشة في الدار، مسكرة على روح البيت. تستاهل، اللي جالها الكل تستاهل. حبيبة اللي كانت ثقتي عامية فيها، تكذب عليا. صدقني مانيش مصدق شنو اللي صار وكيفاش حبيبة تعمل هذا الكل. وتخبى علي. ربي يهدي يا محرز، غلطة تتعدى، وحبيبة ما هيش خايبة. أما لا غالب ما عرفتش كيفاش تتصرف. وانت يلزمك تسايسها. ما يزيش اللي جرالها. راك خوها، ما عندها حتى حد غيرك في الدنيا. لكن ما تسايسهاش أنت وما تسامحهاش، نجم تصير لها حاجة. عيي، هاتي تخليني نكلمها ونبرد الخواطر بيناتكم. برصاف. يعيش ما تدخلش روحك في الحكايات هذه. يا ربي عمرك. هلا مروة. حسنا سيدة. بس تفضل تفضل. قل لي بنتي، ها فما جديد؟ لقيت الدوسي اللي وصيتوني عليه، هاني جبتهولك. يعطيك الصحة، برافو عليك. ايوا ما تصورش الريسك اللي خديته باش نجمت نلقاه. نعرف بنتي نعرف. خايفة لا يفيق بيا يا سيدي احمد والله. ان شاء الله ما يفيقش بيك، اما بالدوسي هذا باش ناخذوا حقنا الناس كل من ناصر. ان شاء الله وقت نرتاحوا منها المشكله. ان شاء الله فيها قرب وقت. هاني يا سيدي احمد لازم نمشي. تهدنا يا مروه. العداله تو تاخذ مجراها ان شاء الله بالدوسي هذا. ان شاء الله بالسلامه. اي بالسلامه بنتي. الو عماد، اجاني تو حشتي بيك. لاباس؟ شفاهم شنو هي التليفون اللي عملتولي البارح؟ مش لاباس. ناصر يا هيك. قهوة. كمل شبيه ناصر. ناصر قتل أيمن. شنو؟ منين جبت هالحكاية هذي؟ فما شكون يخدم معاه جهة للدار. وهما يحكيلي. سمعتهم. متأكدة؟ سمعتهم بأذني يا هيفا. ما نعرفش باش نعمل. راهو إذا قتل الأرواح حتى شيء ما يوقفوا. أنا وأختي في خطر. شنو هي المصيبة هذي؟ أنت طيب لازم تعمل روحك ما في بالكش. تحط بالك على روحك على الآخر. ربي يستر. ما تصوروش بشي ضرك يا ناصر. مروة عايش أختي، لازم تكون قوية تو. هذاك علاش أنت كلمتني قلت لي باش تجيب حذايا ريهام؟ عايش أختي،
ونوصيك كان على ريهي. تهلا مر. باهي مالك نهيتنا التليفون. لازمني نمشي. هاي نبدا. الو ها شنو عملت؟ حبيت نقول لك راه الدوسي طلع قانوني. نعم الدوسي طلع قانوني. كيفاش عجب يا اخي؟ مثبت؟ اي مثبت. الو شفيق ويرسل سي الناس كلام مختار البلدي صحيح ابو يا اوكي اوكي السلو 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 انا نوريك شبك الهدق انا نوريك سلامة بنتي تفضل اقعد. شوف يا مروه عايش بنتي الكلام اللي باش نقوله لك لازمك تسمعه مليح مليح. ان شاء الله خير. الحقيقه انا ما عادش فاهم حتى شيء. استاذ احمد اهلا شفيق. ما تخافش امسك معنا. عملت مليح كي جيت. شوف يا مروه الدوسي اللي جبتولي طلع قانوني. نعم عماد اكد لي اللي هو قانوني 100% والارض هي ملك الشركه. شنو الكلام تقول فيه استاذ احمد؟ ثبت. كيفاش سيد احمد شنو معناها؟ بعد الريسك اللي خديته الكل قال لي قانوني. والله غالب عماد يعرف الامور هذه هو اللي اكد لي اللي هو قانوني والشركه تنجم تتصرف في الارض نتاعها كما تحب هي. تحب نقول لك أكثر من هكا؟ لغن؟ ربي شو نعمل توا؟ شو قد نعيش مع مجرم أنا توا؟ ربي معك يا مرة. زاك تعرفش معناتها الكلام اللي قاله لنا سيد احمد؟
معناتها احنا خسرنا والناصر هو اللي ربح. لا شفيق تروح مازال ما وفاش. بالنسبة لي أنا وفاء خسرت كل شيء كل شيء. الحاجة اللي فجونت اللي جبت عليها دوسي شفيق الحاذق مازال محلول. سمعتهم بالصدفة يحكيوا عليه في بيرو من البيروات. شنو اللي يحكيوا؟ ما نعرفش، اما مادام يحكيوا عليه 100% البحث مازال جاري. يا راد دوسي شفيق نحبو عندي واللي يصير تعلمني بيه تو سويت. واضح؟ واضح. يا خليك مع الماضي ومصلح غلطي، لكن مع الأسف اليوم اكتشفت اللي الماضي عمره ما يتصلح. هذاك علاش يزمني نبني مستقبلي، والمستقبل هذا ما عنده حتى معنى بلا بك انت. أرسال شفيق الحذق يتبعوا في جماعة إيراد نصكا شبقى من حل إلا حل واحد صفي شفيق. لا يا ناصر، وقت بالحق حكمت على روحك بالأعدام لخاطر سير مونس وسير بايونس. وقتها نجم يوصلوا لك والهنا ننصحك وشفيق نحكيو فيه بعد ما نعرفوا اش يعرفوا عليه الجماعة وخليه راضي يتصرف. نسمع فيك تحكي معايا تقول عليك ما في بالك شي من المشكل ديتو كيفاش؟ يا سير مادام كلفتك باش تخرج السكان من الارض ونبدا خدمتنا انا قمت بالاجراءات القانونيه الكل
كلفت العدول المنفذين وحكاو مع الناس اللي على الارض. كلمك تعرف ناصر الاجراءات هذه زمها شويه وقت باش نجموا نخرجوا العباد. اما فما حاجه انت زربت فيها، كنا نجموا نتجاوزوا وقت اللي امرت بقتلان ولد شفيق. ستوب ستوب عسان، انسى الحكايه. عباه اللي حشت بيه توا تلقى لي حل لهجماتنا. خليولي شويه وقت تو الامور تترجل. نكموش شويه وقت سيتو، هذاك اللي حاجتي بيه. ولو انه صعيب يا ناصر، اما تو نحاول. يا شكله هي هي وما جابش فلوس. والله قد ما كلام ينفع فيه شيء. تنقول لك شفناه فيه. على شوقي سافا سافا اجيني تو تسويت رد بالكتاب بوك. اوكي اوكي تعال اوكي. شوف شكرا مسيري تو سل عليا ليه سير يا ولدي. مني قلت لك ليش بكبشت برجولية صاحبي ناس كان سياحة رد بريد تمشير. شنو هي الحكاية تاع كيفاش هكا؟ يبيع ما نمشيلوش، من بعد شك فينا الزوز، يمون نمشيلو. وما فما شيء في بالي بشيء، نورمال. مالا تعرف عشيري؟ ما وشنو تحكي معاه بالضبط؟ عقاب عمري واحد فاري سرقني. واسمه الشاع. كلو. حل حل بيبي. فرحوا بيك جماعة؟ آخر فرحة. مالا جوك به؟ أحلى جو. الجماعة حاضرين أمورهم هاني. يستنوا فيك تعطيهم الدد اللي بريزون. أمورك؟ أموري مش هي. الخيط اللي عندي تقطع. جبدوا بيا. شوف صديق هنا اللعبة تبدلت. كيفاش؟ انت داخل بالفلوس هكاهو، والكاش اللي قاعد تعمل فيه جماعتي معاملين فيه، والخيوط ترى فيها الكل انا وراهم. اي انا عندي الباكو والفلوس مش شوية. لا تحب تحكي هكا انا نقول لك عربونك طاح في الماء. باهي باش نعملو باش ما يغرقش عربوني. 50-50 تكبر في كرشك تاو. كبر قلبك. روكي مشيت معاك. جبنا حاجة نشربوها.
عندي سهر مع نافي. كوال بوغوس يحبوه البنات. فات الكارتة صح. هلا معك ها. وي. بوبو الحمد لله على سلامتك يا بابا. شنو هو لك هو؟ روسي صافا صافا. شنو فما جديد؟ عندنا كان جديد حضر لي روح ديما هادري شكله ويلو شكله فما شريحته حومه كامله تلوج عليه ابارامون عاودها وحرق حرق وباش يتحرق أموره شكل له حرق مندي ما عقدش البزنس مش علاش باش نحرق هلا معك Pensait à quelque chose, dit-elle. Mais c'est assez difficile à expliquer. Et il demanda, quoi donc ? Et elle dit, eh bien voilà mon cher, je suis comme toutes les femmes. J'ai moi aussi mes faiblesses, mes petites. Il demanda, quoi donc ? Attends, Safir, prends la galette. Oui. شفيق نعرف اللي انتي مترتاح كان متذكر ماضيك بسي اعمل اللي يلزمك تعمله شكلو شكلو اه شوق اه خويا شو ما جديد يجس فيا الحبايب قول البيت بتاع ليك فماشي ما طيح بحث اما اللي تفهمنا عليه صاحبي بعته له تاني وزيد هو الحاكم يتبع فيه شربها الكل اسمع شوق اه بابا ماني انا اللي نسيت هالحكايه برجولي ردوا بالنا الحكاية فيها برشا ريسك طيب هم في جيد ها على بكري ماشي نتهملوا ايه مبروك اين ابوك الزين ايه قطوس بابا 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 قديه رطبة طفل بابا 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 هاي تمشي تبدل حوايجك نمشي ونسهروا نزلك البواتة تبدل الجو هذاك اللي مزيل عاد كمل سيد احمد وصفية ونخرجوا كوبلويات الناس كل باري باري شد الدار بر هابط يديك تو وقت نحب ندخل الدار تو ندخل وحدينا بيه بري يدخلي عندي ما نحكي انا والراش ماشي تعملوا لا لا مانيش ماشي نعملوا راني باش ندخل وراك انا ما عندي وين ماشي بابا 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 اسمع انت نكلمك من بعد اسمعني كيف فما حكايه قول لي ربي كيف ما خلق الداخل خلق الدواء
خليك لي في بالك بابي عمرك ما تنساه ما تنساش اللي رب كبير وكيف ما فما شر في الدنيا فما برشا خير L'exemple de tout humain me demande, je représente la belle des belles jeux, la couleur caramel, miel tunisien, nous sommes la fouquet, petit gros, milan, skin, la beauté, l'arbre ou la fille, ma facile, mais ça prend la mentalité, beauté, vous êtes là, fille, my god, drama, ma hazen, pas de gâte, pas de hache, qu'on n'est pas le ghost man. لقيت شورتي اللي هنا في الشامبر. واش عبالك مدام شنو نمبر الشامبر؟ 302. خرجت اليوم صباح مدام. كيفاه خرجت؟ شكون اللي خلص؟ سي ناصر عبد الجواد. الو اهلا مرا. يا اخي وينك؟ سافا سافا ما تخافش. قعدت وحدي قلقت. ليه ليه جاني فريد مشيت معاه للستوديو. علاه توجع فيا ريهام؟ باهي المهم انت لاباس الحمد لله على سلامتك. ولا توجعت عليك باهي باهي اوكي هاي هاي باي باي ميرسي. Rostov.